خلونا نبتدي بالاخبار اللي معانا النهارده، واللي ابرزها ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امبارح الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن. وخلال اللقاء اكد سياده الرئيس دعم مصر الثابت والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق، واعرب سيادته عن ترحيب مصر باستضافه اجتماع الفصائل الفلسطينيه واللي انعقد بمدينه العالمين الجديده بحضور الرئيس الفلسطيني. امبارح كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة، وده لمتابعة موقف تشغيل وإدارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية. تفاصيل وأخبار أكتر في هذا التقرير. أخبار وأحداث مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن. خلال اللقاء أكد الرئيس دعم مصر الثابت والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق، وأعرب سيادته عن ترحيب مصر باستضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية اللي انعقد بمدينة العالمين الجديدة بحضور الرئيس الفلسطيني، خاصة ما يتعلق باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة بهدف الوصول لإنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع لمتابعه الموقف التنفيذي لتقنين واسترداد اراضي الدوله بمختلف محافظات الجمهوريه بما في ذلك حالات التصالح، وتم استعراض نتائج الجهود الجاريه للحفاظ على حقوق الدوله والشعب وحمايه الاراضي الزراعيه. ووجه سيادته في هذا الشان بمواصله المتابعه لجهود تقنين اوضاع المواطنين وانهاء ممارسات الاستيلاء على اراضي الدوله، مشددا في هذا الصدد على ضروره منع المزيد من التعديات بالتوازي مع سرعه الانتهاء من اجراءات التقنين بما يحقق مصالح المواطنين والمصلحه العامه. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع بمقر الحكومه بمدينه العالمين الجديده لمتابعه موقف تشغيل واداره مدينه مصر الدوليه للالعاب الاولمبيه بالعاصمه الاداريه الجديده. خلال الاجتماع اكد رئيس الوزراء ان مدينه مصر الدوليه للالعاب الاولمبيه تعد احدى الصروح الرياضيه المتميزه اللي انشاتها الدوله المصريه في الاونه الاخيره، وبتمثل اضافه كبيره للمنشات الرياضيه اللي بتتميز بيها مصر وتسهم في استضافه كبرى الفعاليات والاحداث والبطولات الدوليه، وده بيتطلب الاستعداد الجيد لادارتها وتشغيلها وفق اعلى المواصفات والمعايير العالميه لاداره المنشات الرياضيه. امبارح عقدت لجنة إدارة الأزمات اجتماعها بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية وتنفيذ الإجراءات اللي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في إطار التعامل مع ملف تخفيف أحمال الكهرباء نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في ظاهرة غير مسبوقة. امبارح ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الكلمة الافتتاحية لمؤتمر المصريين في الخارج في نسخته الرابعة بمشاركة نحو 1000 مصري حضروا من 56 دولة، وأكد مدبولي في كلمته أن الدولة المصرية بمختلف أجهزتها ومؤسساتها تعمل جاهدة من أجل توفير كل سبل الدعم والمساندة لأبنائها بالخارج، وتسعى دوماً للتعرف على متطلباتهم والعمل على حل أي مشكلات تواجههم سواء بدولة الإقامة أو داخل الوطن. بالإضافة للحرص على تيسير سبل ربط المصريين في الخارج بالوطن الأم وتعزيز انتماء أبناء الجيلين الثاني والثالث من الشباب والنشء بمصر والوقوف على جهود التنمية وما تحققه الدولة المصرية من إنجازات لبناء الجمهورية الجديدة. خلونا نشوف مع بعض أبرز الأخبار اللي حصلت في محافظات الجمهورية. وفي محافظة الإسكندرية حملة 100 يوم صحة قدمت خدمتها الطبية ل 583 ألف خلال شهر. وفي شمال سيناء تم تجهيز مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة العريش لاستقبال الناجحين في الثانوية العامة، ألف مبروك ليهم. وكمان في بورسعيد تم الإعلان عن زيادة المساحة المنزرعة بالمحاصيل الصيفية 14 ألف فدان عن العام الماضي. وفي جامعة أسيوط تم إطلاق فعاليات أسبوع لا للمخدرات، وده لتوعية الطلاب بمخاطر المخدرات وطرق الوقاية من تعاطيها. تفاصيل وأخبار أكتر من المحافظات المصرية في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الإسكندرية بتواصل حملة 100 يوم صحة تقديم خدمتها للمواطنين، وأكدت مديرية الصحة أن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية خلال ال 30 يوم اللي فاتوا بالمحافظة بلغت 583548 مواطن.
وبتشمل الخدمات الوقائية زي التطعيمات وخدمات صحة البيئة والأغذية وأيضاً مبادرات الصحة العامة وخدمات تنظيم الأسرة والثقافة الصحية. في شمال سيناء انتهت جامعة العريش من تجهيز مكتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة لاستقبال طلاب الثانوية العامة، وكمان تم توفير الدعم البشري من خلال أطقم مدربة ومؤهلة بتساعد في عمليات الإرشاد والتسجيل للطلاب وأولياء أمورهم فيما يخص التنسيق واختيار الرغبات. في قنا أعلنت المحافظة عن توفير 4 استشاريين تخصص قلب للقيام بعمليات القسطرة القلبية والقضاء على قوائم الانتظار بمستشفى قنا العام. في بورسعيد أكدت مديرية الزراعة أنه تم زيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل الزراعية الصيفية عن العام الماضي بمقدار 14,000 فدان، وبلغ إجمالي المساحة المنزرعة هذا العام 71,710 فدان، وكان العام الماضي تم زراعة ما يقرب من 57,000 فدان. في الإسماعيلية أعلنت جامعة قناة السويس عن فتح باب التقدم للتسكين بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2023-2024 عن طريق التسجيل الإلكتروني، وبتشمل مواعيد التقديم للطلاب القدامى اعتباراً من اليوم 1 أغسطس وحتى 3-8 أغسطس الساعة 2 الظهر. أما الطلاب المستجدين الفرقة الأولى فيبدأ التقديم اعتباراً من يوم الجمعة 1 سبتمبر وحتى يوم الجمعة 15 سبتمبر. في جنوب سيناء استقبل دير سانت كاترين 700 سائح من مختلف جنسيات العالم لزيارة المعالم السياحية اللي بيحويها الدير، منها الكنيسة الكبرى وكنيسة الجماجم وشجرة العليقة ومكتب الدير ومتحف الكنوز الأثرية والمسجد الفاطمي، وبيشهد الدير إقبال كبير من قبل السائحين. في جامعة أسيوط انطلقت فعاليات أسبوع لا للمخدرات واللي مستمر لحد 3 أغسطس، وبتستهدف توعية الطلاب بمخاطر المخدرات على الفرد والمجتمع وضرورة تكوين وعي اجتماعي وثقافي وصحي بأضرار المخدرات والتوعية بطرق الوقاية من تعاطيها. في كفر الشيخ أكدت مديرية الصحة أن مستشفى الجلدية قامت خلال الأسبوع الماضي بتوقيع الكشف الطبي على 6399 مواطن مع توفير الأدوية للمرضى.